سي موسى، بالنسبه لك انت واش كاين تعثر على مستوى المشاريع اللي كاينه في وسط مدينه الدار؟ هو ماشي غير تعثر، هو كاين تجاوز ديال جميع المده المحدوده في الاشغال. اكثر من هذا انه في مدينه الدار البيضاء اللي هاد الاشغال، يعني كنهضروا على الاشغال الكبرى اللي بدات في عهد المجالس السابق، يعني انه قبل المجلس ديال العداله والتنميه المجلس ديال شازيد هو اللي كان وضع هاد البرامج هذا. لحد الان فات جميع تقريبا الا من كل واحد 95% من هاد البرامج ومن هاد المشاريع الكبرى تجاوزت مده الاشغال. اكثر من هذا انه الساكن في مدينه الدار البيضاء ولا انه كيحس بستريس، لانه الساكنه البيضاويه عندها مشكل ديال النقل، مشكل ديال التنقل، اللي رغم انه نتحدث عن مدينه ذكيه الان، مدينه كانها خارجه من حرب، يعني من بعد الخطاب ديال جلالة الملك، الخطاب السابق ديال ان السكتة القلبية، نظن اننا في حاجة الى خطاب اخر من اجل اعطاء دفعة جديدة. وكما يقول احد زملائنا الصحفيين واصدقاء ديالنا، انه كيقول الدار البيضاء كيتخصها الجيش، يعني كيتخصها فرقة الهندسة باش هي ممكن تحل لنا هاد الطرقان وتحل لنا وتعطينا واحد الانسيابية في المرور، لان الساكن البيضاوي والساكنة البيضاوية تعاني يوميا مع حريه ديال التنقل والحركه ديال التنقل. فسولة الثمانينات ولا تحت التسعينات كان وسط مدينه الدار البيضاء هو واحد المنطقه اللي تجذب سواء السكان المدينه او حتى الناس اللي زائرين ديالها. في هذه السنوات الاخيره شفنا بان فقد التوهج ديال وسط مدينه الدار البيضاء، بالنسبه لك علاش؟ علاش فقد التوهج ديالو؟ لانه كانوا الاجداد ديالنا والاباء ديالنا كيقولوا لنا انه اللي عنده شي بدله واللي عنده شي كوستار وهذا خصو يسوي يجي لشارع محمد الخامس. اليوم اصبحت واحد الهجره، يعني كنا كنهضروا على الهجره من القريه للمدينه، اليوم نتحدث على هجره من الضواحي، وهذا الشيء ممكن انه يعطينا، لانه ما كاينش واحد الرابط اجتماعي، هذاك لوليان سوسيال ما بين الضواحي وما بين وسط المدينه. هذا الشيء اللي خلى لنا العشوائيات، يعني انه كنهضروا على الباعة الجائلين اللي شكلوا اللي هما اللي احتلوا وسط المدينه. المشكل اللي غادي يوقع من هنا لقدام هو نخاف انه يوقع ما وقع في مارسيليا، يعني انه هذا الاشكال اللي ما كنربطوش، ما كنخليوش هذاك الرابط الاجتماعي، ما كنحاولوش اننا ننميو الضواحي، وبذلك تكون عندنا واحد الهجره من ضواحي المدينه الى قلب المدينه، في حين نتحدث عن مدينه ذكيه والان كتبان بانها مدينه تتحول الى قريه، لانه بدينا كنشوفوا جميع الظواهر اللي كتحدث في القريه. يعني خرجنا من الظاهره ديال التمدن ورجعنا للظاهره ديال القرى، بتواجد ديال باعه جائلين يحتلونا جميع الاماكن. كنهضروا على برنس مولاي عبد الله، كنهضروا على شارع محمد الخامس، نتحدث عن وسط المدينه امام الفنادق المصنفه. وهاد الصوره هذه كتعطي واحد الصوره سيئه، لانه الدار البيضاء هي عاصمه اقتصادية، يعني انه كان من المفروض انها هي اللي تجر القاطره ديال الاقتصاد في المغرب، اليوم تلعب دورا معاكسا، انها ولاو كيتكراو فيها البيوت. يكفي ان جوله بمروحيه غادي تشوف جميع الاسطح، لا ديال الفنادق لا ديال المنازل لا ديال الشقق، كلها محتله، كلها فيها البيوت، وهذا اشكال واشكال كبير. وهذا الشيء اللي كينعكس حتى في الظواهر الامنيه، في ظاهره ديال الجنوح، لانه بدينا كنلاحظوا ان هذاك النزول ديال الضواحي مثلا غير في الكره، وهاد الدائره كيتخصها تقرا، لا يسع المجال الى ذكرها، انه كيكون داك العقد الاجتماعي، كتلاحظ الناس يكسرون ما يجدون امامه، وهذا هو اللي تكلمت عليه وسميته الرابط الاجتماعي ما بين الضواحي ووسط المدينه. البعض او المدافعين على هذه المشاريع الكبرى اللي تتسم خاصه على مستوى وسط مدينه الدار البيضاء تيقولوا خصكم تصبروا شويه، راه غادي الوجه تاع مدينه الدار البيضاء غادي يتغير بهذه المشاريع. واش انت تتفق مع هذا الراي ولا غير تيبقى غير الراي؟ هذا رأيي فقط خاص بالبنايه، كما كيسميهم دائما، كناخذ الكلمات ديال الزملاء الصحفيين، انه كيسميهم البنايه اللي كاينين هما اللي كاينين في المجالس. ملي كتقول لي انه غيتغير، هناك مدن دخلت الى حرب واعيدت تجديدها، يعني لا اعطي مقارنه بما يحدث في غزه، في مدن مثلا في العراق، في مدن اللي تعرضت للحرب. ممكن ان حرب ديال اوكرانيا
تعاود تحبس وتجدد، وحنا غادي نبقاو بحال هكا لاننا جينا بواحد المشاريع اللي كان خصها دار واحد 30 سنه، يعني انك تحت ليتي ودرتي الاسمنت عاد جاي كتحط الضخام، يعني صديق كاين واحد الاشكال اللي هو اشكال كبير وغادي يبدا كيبان، لانه بدينا كنشوفوا مثلا كتشوف الشاحنات مع الطاكسيات وكيفاش كتكون حوادث مع الطخام، وهذا يعني هذا اشكال كيعطي انه من يضعون استراتيجيه في مدينه الدار البيضاء، من يخططون لمدينه الدار البيضاء فهم يخططون بمنطق ربعي وليس بمنطق لجعل مدينه الدار البيضاء عاصمه للاقتصاد وقاطره لتجر الاقتصاد ديال المغرب. شكرا سي موسى، الله يحفظك.